أكد رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي أن مصر أولت اهتماما خاصا بقضية تغير المناخ، وضعت خلاله التكيف مع التغيرات كأولوية رئيسية. وخلال كلمته أمام الجمعية 44 بعد 100 للاتحاد البرلماني الدولي، أكد رئيس مجلس النواب أن الدولة المصرية انتهجت خطا شاملا في جهود مواجهة تلك الظاهرة، وذلك من خلال مراجعة التشريعات والقوانين الخاصة بالبيئة ووضع السياسات الكفيلة لمواجهة التغيرات المناخية عبر رؤية وطنية شاملة على رأسها التحول إلى الاقتصاد الأخضر. قد أولت الدولة المصرية اهتماما خاصا بقضية تغير المناخ، وضعت خلاله التكيف مع التغيرات المناخية كأولوية رئيسية، وهو ما جعل الخطاب المصري تجاه تلك الظاهرة في مختلف المحافل العالمية يرتكز بالأساس على المسؤولية المشتركة لدول العالم في إنقاذ كوكب الأرض. وفي هذا الإطار انتهجت الدولة المصرية خطاً شاملاً تمضي فيه مجهوداتها الوطنية في مواجهة تلك الظاهرة، إلى جانب الانخراط الإيجابي والمكثف في كافة الأنشطة العالمية لمواجهة تلك الظاهرة. فعلى الصعيد الوطني عمدت الدولة المصرية إلى مراجعة التشريعات والقوانين الخاصة بالبيئة ووضع السياسات الكفيلة بمجابهة التغيرات المناخية عبر رؤية وطنية شاملة استهدفت وضع قضية التحول إلى الاقتصاد الأخضر في مقدمة الأولويات المصرية في إطار الاستراتيجية التنموية المصرية 2030. كما أطلقت مصر على هامش مشاركتها في أعمال الدورة 26 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ بجلاسكو الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.